بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الأخوان والأخوات، نتمنى نلقاكم أحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غنطرق لجوج ديال المواضيع. الموضوع الأول هو بعد ما وافق الاتحاد الأوروبي على جرين كارد، يعني جواز السفر ديال خاص بالتلقيح ديال كورونا، كما جاء في البلاغ ديال الاتحاد الاوروبي، وافق البرلمان الاوروبي على تبني وثيقة سفر خاصة بتلقي لقاح كورونا من شأنها السماح بالسفر داخل الكتلة الاوروبية دون الخضوع للحجر الصحي. وذكرت وكالة الانباء انه يتعين كخطوة اخيرة ان توافق حكومة الاتحاد الاوروبي على الاعتراف بهذه الوثيقة، ويتعين أن يبدأ العمل بالوثيقة في جميع أنحاء دول الاتحاد 27 بحلول الأول من شهر يوليو، يعني شهر 7 إن شاء الله بإذن الله المقبل، وسوف تقدم دليلا على حاملها، ثم تم تطعيمه أو تعافيه من الفيروس أو ثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا مؤخرا. يعني هذا مؤشر من الشروط اللي ان شاء الله باذن الله هاد جرين كارد، هاد الوثيقه اللي خاصه بفيروس كورونا، بان الانسان عنده الحق يسافر في اوروبا كامله. ومن بعد منا غادي نشوفوا البلاغ اللي نزلاته المملكه المغربيه ان شاء الله. مهم توضيح اللي قدمت به المملكه المغربيه، يعني القنصليه العامه للمملكة المغربية ميلانو، توضح بخصوص قرار استئناف الرحلات الجوية من وإلى المغرب ابتداء من 15 يونيو 2021. البلاغ كان فيه ضرورة التوفر، يعني تتشرف القنصلية العامة للمملكة المغربية وبناء على التوضيحات المتوصل بها من وزارة الشؤون الخارجية، يعني باعتبار إيطاليا تندرج في القائمة، فإن سفر أفراد جاليتنا المغربية منها إلى المغرب يستوجب احترام الشروط التالية: ضرورة التوفر على اختبار الكشف PCR سلبي، يعني التحليل خاصها تكون سلبية، وكي أكدوا على PCR يعني مدة ديالو لا تقل عن 48 ساعة، يعني مدة يومين، تاريخ الدخول الى الارائض المغربية، يعني يكون فيها 48 ساعة. درتي الاثنين مثلا، نقولوا درتيه كيبدا السعر المفعول ديالو مع 12 ديال الليل نهار الاثنين، ما غادي يتسالى حتى الاربع مع 12 ديال الليل، غادي يتسالى يعني 48 ساعة من تاريخ الدخول الى الارض المغربية. حتى بالنسبة للاشخاص الذين يتوفرون على جواز التلقيح، يعني حتى لو كنت داير التلقيح، سواء اللي كان مريض غادي ياخذ جرعة واحدة، واللي ما كانش مريض غادي ياخذ جوج جرعات، ولكن واخا يكون عندك انك خديتي بان جواز السفر، يعني جواز ديال التلقيح بانك سبق لك تلقحتي، يجوز السفر عبر جميع شركات الطيران التي توفر على ترخيص التلقيح والهبوط من طرف السلطات المغربية المسؤولة عن النقل الجوي. جواز التلقيح الساري المفعول بعد 4 أسابيع من تلقي الجرعة الثانية، يعني تتكون عندك 4 أسابيع من بعد الجرعة الثانية، عادك سان يعفى حامله داخل المغرب من استصدار تراخيص إضافية. يعني ملي كتكون درتي التلقيح من بعد 4 أسابيع، يعني كتعفى من داخل المغرب من استصدار ترخيص إضافية من العملات والأقاليم للتوجه إلى دولة أخرى من أجل السياحة، شريطة التحقق من الشروط المتواضعة من طرف الدول المتوجهة إليها. يعني ملي تكون عندك التلقيح، درتي التلقيح كدوز 4 أسابيع، خصوصا بالنسبة للجالية راه عندهم الحق يسافروا، ولكن ضروري تكون دوزتي واحد 4 أسابيع من التلقيح الأول الثاني، يعني ماشي التلقيح الأول فقط، التلقيح الثاني، عاد ديك الساعات كتنفى تعفى من جميع التراخيص المطلوبة بهذا الأمر هذا. لهذا حنا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله خصنا نوضحوا واحد المسألة، بأنه راه لازم عليكم يعني
قبل ما تاخذوا اي خطوه راه خصكم تعرفوا، خص تكون عندك التلقيح يعني التحليله ديال 48 ساعه، ما تفوتش 48 ساعه. ربما تلقاهم يتساعدوا معاك الا زادوا شي 4 سوايع ولا 5 سوايع، ولكن راه ماشي كلشي، يعني راه ملزوم عليك بزاف ديال الحوايج. وزيد على ذلك راه انه كاين الناس اللي كيقول لك بان راه عند الحريه التنقل في المغرب وهذه، ولكن قانونيا ما كاينش حريه التنقل والسفر من هنا والسفر لهنا، لانه اللحظه فاش غادي يوقفوك ولا هذه راه غيطبقوا عليك القانون، هذا هو القانون. لهذا الانسان اللي ما عنده ما يدير في المغرب من الاحسن ما يمشيش، ولكن الله يحسن العون. حنا عندنا والدينا وعندنا، ولكن الانسان اللي عنده وليدات وهذا راه مفروض عليه غيضغط على راسه وغادي يمشي ان شاء الله. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله، ونتمنى هذا الخبر هذا يكون واضح ومفهوم، واللي ما فهمش شي حاجه ان شاء الله خلي لي سؤال في التعليق، وديك الساعات انا نوضح لي اكثر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.